صباح الخير أحبائي، أهلا وسهلا بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم. تحية صباحية لكم وطبعا تحية صباحية لزملائي غصون وعمر ولكل كادر قناة الرشيد بكل مواقعها، أهلا وسهلا بكم ومرحبا أحبائي. المازال القمر هذا اليوم متواجد في برج العقرب المائي، والشمس بلشت تتأثر على العشرية الثانية من مجموعة العذراء. نتحدث اليوم عن شوية مولود برج العذراء وعشرياته، وكذلك أستقبل اتصالاتكم التي تردني وأرد عليها بكل سرور، وإن شاء الله نستطيع أن نوصل إلى التوقعات الصحيحة مع تمنياتي لكم جميعا بالخير والبركة. في بداية الحديث نرجع فد عودة سريعة، لأنه بكرة إن شاء الله راح يكون القمر متواجد في برج القوس. فالتوقعات العامة، إحنا نعرف في حالة الانتقال، في حالة الانتقال أحيانا يحدث التوقع وليس في حالة الاستقرار، فأحيانا الأحداث تسبق وكذلك تعقد، يعني الفترة بين انتقال قمر إلى انتقال آخر فممكن أنه تحدث الأحداث. فيا عزيزي مولود برج القوس، نركز عليك في بداية، نقول لك حاول أنه في هذا اليوم تضبط انفعالاتك. قد يجوز هناك تشعر بشيء من التراجع الصحي، وهذا فتشي طبيعي، وحاول أن تضبط انفعالاتك مع شريك العمل وشريك العاطفة، وكذلك اللي يتعاملون مع مواليد برج القوس عليكم أيضا أن تكونون أكثر صبر في التعامل معهم. لا تحاولون قدر المستطاع أنه تكونون كثيرين التطلب، ليش؟ لأنه يمكن في هذه الفترة يكون شوية متوتر الطباع. إذا كان عنده شيء من التراجع النفسي أو الصحي هذا شوية يأثر على مستوى الأداء، سواء كان في العمل وسواء كان كذلك في المنزل. هذه فد شيء احنا نركز عليه. فعزيزي مولود برج القوس، انتبه الى طبيعة غذائك، انتبه الى وضعك الصحي، ولا تحاول انه تبدأ بشيء جديد فيما يخص عمل او فيما يخص موضوع شراكة عاطفة. لا تخلي نفسك محط استفزاز، وحاول قدر المستطاع أنه نمشي هاليومين، الفترة راح تكون أكثر مناسبة مع انتقالة القمر إلى برج الدلو، سيكون ذلك في يوم العاشر من شهر 9. القمر في حالة انتقال ولا زالت هناك كواكب متناغمة، وإضافة إلى ذلك ممكن أنه تكون لحد انتقالة القمر ودخول بكرة إلى برج القوس راح يكون هناك أبراج مستفيدة مثل مجامع الأسد والعذراء والجدي والعقرب، وكذلك مجامع السرطان والحوت. هذه بالدرجة الأولى. تأتي بالدرجة الثانية مجامع الجوزاء وكذلك مجامع الحمل الناري. الأبراج الغير مستفيدة من هذا التواجد القمري هم مجموعة القوس وكذلك مجامع الدلو والأسد والثور. هذه شوية هالأبراج شوية فيها اليومين إلى غاية انتقالة القمر إلى برج القوس راح يكون وضعكم أفضل، وإن شاء الله بكرة يكون عندنا توقعات فيما يخص الانتقال القمري. ننتظر تغيير الخارطة الفلكية. الوضع الحالي عندنا فقط بانتقالة القمر من برج إلى برج آخر، لكن راح تبدأ من يوم 13 التوقعات الأكثر. ليش؟ لأن راح يكون عندنا يعني كثير من التوقعات حسب الخارطة الفلكية راح تبدي تغير لنا مسار التوقعات بشكل يعني مختلف. لهذا نبدأ اليوم بأولا، سأل البعض قال أنه أنت تذكرين بالتوافق أو بالتراجع الكواكب ماذا يحدث لنا، فأنت ما ذكرتي
تراجع كوكب أورانوس شيء يأثر على الإنسان. كوكب أورانوس يعتبر من الكواكب الكهرومغناطيسية، ودورته تكون هكذا يعني بهالطريقة يدور، هذا مثل الناعور مال مي. هذه طبيعة هذا الكوكب، هو من الكواكب التي تنطي تأثير على الفكر، وكذلك تنطي تأثير على المشاعر دائما الإنسانية. يعتبر كوكب أورانوس من الكواكب اللي تنطي طباع الإنسانية، قوة أو محبة العلم، وكذلك التمرد على الطباع والتقاليد، حب الحرية، الاستقلالية، التفرد بالرأي، الرغبة في يعني يكون الإنسان دائما في موقع يكون يناسبه، أو يبدو ذلك الإنسان في محل تأثير على المقابلة. في حالة التراجع هذا الكوكب، وطبعا كوكب أورانوس رقمه أربعة، نلاحظ دائما في حالة إذا كان هذا الشخص في خارطة الفلكية كوكب أورانوس متراجع، نلاحظ أنه يحدث عنده تذبذب في حياته العاطفية، ما يستقر على فد عاطفة معينة، إضافة إلى ذلك يكون كثير التمرد على العادات، على التقاليد، كثير التمرد ليس لأجل شيء، إنما يمكن يكون لإنسانيته، ما يقدر يعترف بأنه هناك يعني فد تقليد معين أو فد نظام معين. إذا رأى أن هذا القانون أو هذا النظام مخالف لأمور، فلاحظ أنه يصير عنده اصطدام ووجهة نظر يعني مغايرة أو مخالفة للجميع. هذا من باب. من باب آخر أنه يكون إنسان قادر على الإبداع، وغالبية العباقرة كان يعني من المكتشفين، كانوا من اللي أثر عليهم كوكب أورانوس ويدخل في تأثيره على برج الدلو الهوائي. هذا من باب. في حال تراجع هذا الكوكب، يتراجع هذا الكوكب وهو حاليا في حال التراجع، طبعا يصبح مدة تراجعه هي 5 أشهر. في هذه الفترة يشعر الإنسان بالرغبة بالعودة إلى الماضي، ويكون أكثر تمردا على الأعراف، على التقاليد، يمكن على الناس اللي ممكن يحيطوا. يصيب شيء من الضياع في التفكير وعدم المبالاة بالحاضر والمستقبل، دائما يريد يعني يعود إلى الماضي. هذه يعني فتسمات عامة لتراجع كوكب أورانوس، لكن كل برج وكل شخص حسب برجه وحسب الطالع وحسب وجود أورانوس بالنسبة إلى ما يخص في حياته الشخصية وفي خارطته الشخصية، فتتميز هذه الفترة بذلك. هذا من باب. إذا كان أكو اتصالات أستقبلها، ونبدأ الآن بالحديث عن مجاميع يعني العشرية الثانية من برج العذراء. برج العذراء من الأبراج الترابية، وكان يعني يرى أنه تصميمه في السماء يبدو وكأنها يعني يروها وكأنها امرأة، أو رسم النجمات أو النجمات اللي تحكم هذا البرج أو تأسس هذه المجموعة النجمية، يعني ينطفت شكل امرأة، كانوا يروها كأنما هي الأم الروحية أو الأم، أو يعني المرأة التي تنظر إلى العالم، المرأة اللي يعني يمكن تكون تنظر من السماء إلى الأرض، فسمي ببرج العذراء على هذا التسمية. إضافة إلى ذلك كان العرب السابقين يسموه مجموعة السنبلة النجمية، يعني العرب كان لهم غير تسمية. برج العذراء يحكم كوكب عطارد، وعشرياته الأولى تخص الشمس، والثانية تخص الزهرة، والثالث يخص عطارد.
كل مجموعة من هالمجاميع من مواليد برج العذراء يختلف الواحد عن الآخر. المجموعة الثانية اللي تخص الزهرة كيف تكون؟ يعني الكواكب اللي هسه احنا دا نحكي عليها، لان احنا في العشرية الثانية منها. مولود العشرية الأولى يختلف ومولود العشرية الثالثة يختلف. احنا اليوم دا نتحدث انه كيف الشمس مع الزهرة بتواجدها في برج العذراء راح تأثر على العشرية الثانية. راح تستفيدون جدا أحبائي، ليش؟ لأن الزهرة عندكم وهو كوكب عشريتكم، يعني الثانية منها. مواصفات هذه المجموعة: إنسان مفكر لكن عنده مواهب، يختلف عن العشرية الأولى والأخيرة. إنسان مفكر وعنده مواهب، نجد أنه هناك الكثير من الفنانين، من الشعراء، من أصحاب القدرة على يمتلكون الأصوات الحلوة، بجانب أنه كون أنه إحنا نعرف برج الجوزاء من طبيعة دراستنا يتمتع بقابلية وكذلك يتمتع بصوت جميل. يميز برج الجوزاء بصوت الجميل في خصوصا عشرية المشتري. يميز هؤلاء بكونهم يمتلكون حس فني، حس إبداعي، حس يعني بالرقي. فهذولا أحيانا توظف طاقاتهم وقابلياتهم ويا مواهبهم. فنلاحظ أنه كثير من الفنانين، نلاحظ مثلا خيرة ذلك من مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر اللي مبدع بصوته، فهذه تميز أو تلاحظون أنه راح يكون تميزهم من خلال مواهبهم الموجودة لديهم. فعلى كل أم عندها ولد أو عندها بنية، الله يحفظ لكم ياهم جميعا، إذا لاحظتوا أي موهبة لدى مجاميع العشرية الثانية من العذراء، حاولوا أن تنموا لهم هذه الموهبة وتحببوهم بها، لأنه قد تكون هي سبب شهرتهم أو قد تكون هي السبب اللي يكون لهم بنجاح، ويكونون هم أيضا راضين عن هذا النجاح لأنه في شيء سبحان الله غرز فيهم. نلاحظ أكو منهم الطباخ، أكو منهم الفنان، أكو منهم مهندس الديكور، أكو منهم الخياط، أكو منهم المبدع بالبناء، مهندس يعني بصورة عامة، أو مهندس يعني ديكور، أو مهندس معماري، إلى فد لمسة فنية، يكون رسام، كاتب، شاعر، مطرب، ملحن، موسيقار. هذه كلها الأمور يمكن تكون من لوامع هذه المجموعة من مجاميع العذراء. الآن راح نبدي نحتفل بهم وبفترتهم اللي بدأت من قبل كم يوم، وهذه هي أهم مميزاتهم. ويمكن الأم إذا تسأل عن المستقبل أو شيء أو أي شيء ممكن يكون ناجح به، فهاي الأمور اللي ممكن يكونون جد ناجحين بها، كل واحد حسب الموهبة اللي سبحان الله قد أعطاه إياها. لكن في حالة لو كان في الخارطة الشخصية مولود هذا الشخص كان في حال تراجع الزهرة، لا يختلف الوضع، يعني لا يمت بصلة إلى الفنون، إنما يكون إنسان طبيعي، فتوظف طاقاته إلى الدراسة أو توظف طاقاته إلى أمور أخرى. ليش؟ لأنه الزهرة تتراجع تأثر في أنه الشخص عواطفه دائما تصاب بانتكاسات، إضافة ممكن يكون عنده خلافات مع أقرب الناس، يصد من الناس اللي يحبوه، صعوبة في التعامل مع زملاء العمل. وكذلك في تراجع الزهرة بصورة عامة يلاحظون أنه تحدث زيادة في أسعار السلع. هذه كلها فد مقدمة بسيطة ممكن أنه نتكلمها عن مجاميع العشرية الثانية ومميزات العشرية الثانية من مجموعة العذراء.
فهذه الفترة اللي ذكرناها مع وجود الزهرة في مجموعة العذراء، فهذا راح يكون داعم جدا 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 لكم أيتها العشرية الثانية من العذراء في أنه تبدأون بالعمل وتبدأون بتوظيف مواهبكم في هذه الأشهر الثلاثة، لأنه قد أو مثلا الشخص اللي قاعد ما منتبه أنه يمكن موهبته تكون سبب في عمله أو في شهرته أو في حصوله على تفاعل ويا يعني دراسة العامة، فحاولوا في هذه الفترة أنه توفون مواهبكم وكذلك توفون طاقاتكم لأجل أن تحصدون أو يمكن تحصلون فد نقطة نجاح أو فد نقطة انطلاقة في حياتكم في هذه الفترة. ونتمنى للجميع الخير. حينما تأتي الأيام بقوة الله وتبدي تأثر على العشرية الثالثة، نتحدث أيضا عن العشرية الثالثة من العذراء ومواصفاتها وكل شيء بوقت حل. أكو اتصال؟ أوكي. طيب، بالنسبة إلى تأثير الشمس على العشريات الثانية من خلال الأبراج، العشرية الثانية تبدأ من الواحد من الشهر التاسع إلى غاية العاشر منها. هذه التأثيرات الحالية الآن مع وجود أوكي آيات، تفضلي آيات. صباح الورد، تفضلي آيات عزيزتي. بس أنا أعرف برج الوالدة. نعم. هي 1/7 بس مواليدها 65، يعني ما تعرف الشهر واليوم بالمضبوط. نعم نعم فهمت حبيبتي. نعم. أيوة، وأريد أعرف برج بنتي. الله يحفظها. 24/12/2016. نعم. أريد أعرف عن وضعها الصحي، لأن هي دائما وضعها الصحي تعبان. أريد أعرف عن برجها بشكل عام. اي ان شاء الله خير بنتي، هاي لا تخافين من عدها، ان شاء الله بعد فت يعني مع نهايه هاي السنه راح تبدي وضعها الصحي شويه يتحسن، لا تخافي. ممكن اعرف اين من برج وبرج زوجي؟ على الرحب والسعة عزيزتي، تفضلي. انا 26/11/1995. نعم. و15/12/1991. نعم. أريد عن التوافق بيناتنا، أكو مشاكل بيناتنا يعني في الحال. منو الزوج؟ أبو 15/12 الزوج؟ أي نعم. أوكي واضح. شكرا لك عزيزتي آيات. جوان؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا ابني العزيز. مية هلا شرفتني. تعرفين خمسة. نعم عين. نعم. 30/5. 2013. نعم. استفسارك ابني جواد. إيه بالسبع لربع صاير. نعم. صباحا. خير إن شاء الله. طولة العمر. تسأل عن البرج، عن شنو يعني استفسار؟ والله على حاله شويه. اوكي عاذر بسرعه تدلل. اني اشكرك جدا. تدلل هبه، تفضلي هباوي. 100 هلا، صباح الخير هبه. حبيبتي اني 13/10. نعم. 1990. يعني هل تقدم لي شخص حاب أعرف سر الارتباط لا؟ فترة ارتباط؟ إيه حاب أقدم لي شخص هالفترة، حاب أعرف يعني مناسب هالفترة لا؟ إيه يوافقون. إن شاء الله خير عزيزتي، حاضر. وأريد أعرف البرج الطالع وممكن رقمه الخاص. تدللي. نعم عزيزتي تدللي، شاكرة إليك، شكرا جزيلا.
أبدي أحاول أنطي فد لمحة سريعة. ها يعني صباح تفضلي صباوي. صباح الخير في الجنان. يا مية هلا، يسعد صباحك. شلون صحتك؟ يا هلا بيك يا قلبي، أشكرك جدا، تفضلي. أنا أريد أعرف برج زوجي من الحمل 21/3، أنا مود عنده معاملة مع الرعاية ما جاي يصير. معاملة؟ اي معاملة مع الرعاية ما جاي تطلع له، ما أدري يقدم وما تطلع له، وعندي جهالي توم 2. نعم. مية ولد. الله يحفظك. 2015/16/7، أريد عن مستقبلهم حياتهم. 2015؟ اي 2015/16/7. اوكي حبيبتي. اي اريد اعرف عنهم، عن اوضاعهم، مستقبلهم شني، او زوجي اريد اشوف، يعني حتى رزقه واقف هالايام ما عنده رزق. لا حول ولا قوة الا بالله. هو 21/3؟ اي 21/3 الحمل. حاضر حبيبتي حاضر. رحم الله والديك. والديك يا قلبي، شكرا شكرا عزيزتي شكرا. استاذ فراس ايش قد بقالي وقت؟ هي هم يا دوب الحق اجاوب لعد، لانه قلت انطي فد لمحه سريعه على تاثير الشمس ببقيه على بقيه الكواكب والعشريه الثانيه شلون تبدي تاثر عليهم، لكن ان شاء الله نحاول انه نرد على الاخوه والاخوات اللي يتصلون حتى ما يضطرون ينتظرون الى بكره. ان شاء الله نبدا بايات. ايات تقول اني والدتي 1/7/65 برجها مو مضبوط. اوكي اوكي ان شاء الله بكره تابعيني عزيزتي حتى اعرف سنه 65، وأحاول أنه أنطيكم فد كل 10/10 كل 10 سنين حتى حسب البرج المكافئ ننطيكم إياها وتدللين علي وبطن عيني، وتحياتي للوالدة حبيبتي تدللين. عندي 24/12 الوضع الصحي، و 26/11 و 5/15/12 ها أبراج متجاورة. برج القوس 26/11 العشرية الأولى، و 15/12 برج الجدي. الأبراج المتجاورة أحبابي، الأبراج المتجاورة من الأبراج التي يحدث بها في بداية الارتباط انجذاب جد كبير، لأنه هذا كهربائي القوس، وأي أبراج متجاورة تكون طبيعتهم واحد كهربائي واحد مغناطيسي، فهذا كل شيء يؤثر على الانجذاب بيناتهم، يتم جذب كبير بيناتهم وقوي، لكن مع العشرة نلاحظ أنه هناك كثير من اختلاف بالطباع، ويمكن حتى على المزاج، يمكن حتى على الطعام، حتى على كل شيء، أنت تحب شيء الغير يحب شيء ثاني، أنت ترى شيء والآخرون يرون شيء ثاني، هو من هذا المقابل. طيب كيف ستكون الحياة مع بعض إذا كان هناك عدم توافق في الأفكار وعدم توافق في التوجهات، شخص ينتقد الثاني بصورة مستمرة، ويمكن يرى في شخصية لا تبدو اللي هي كان يعني يتمناها بالارتباط. فدائما أنصح أحبابي، دائما أخذوا نصيحتي، الأبراج المتجاورة دائما لا يعني تحاولون أنه يكون هناك ارتباط إلا إذا كان الحب أكبر من كل شيء والمحبة تغلب. أنا إذا كنت أحب هذا الشخص وأحب بيتي وأحب أسرتي فلازم يكون الحب هو العنوان. أحيانا نمشي ويا الموج وأحيانا لا، يعني تكون إنه وقفات حازمة. الفترة الحالية من خلال يعني دراستنا للعلوم النفسية اللي تخص الأبراج نشوف إنه مجاميع الجدي ومجاميع السرطان كانوا متأثرين جدا بالتأثير الفلكي. كوكب زحل متراجع عندهم هسه، كوكب زحل ببرج الجدي متراجع، وجود بلوتو، والمشكلة وجود المشتري في البيت اللي يسبق هو وما شاء الله أقماره
الما فوق الخمسين قمر. يعني شو تريدون هذا البني آدم يسوي؟ أنتوا هسا أنا دا أحدثكم وقولوا لي شو تريدون يسوي؟ خسوف وكسوف وكواكب وتراجعات، وهالكواكب هاي الضاغطة. فهذا الإنسان في هذه الفترة كان دا يشعر بضغوط، هسا الفترة أفضل. بنتي العزيزة، بنتي العزيزة، كوني أكثر صبر في التعامل. لابد أنه الإنسان أحياناً يكون حازم، بس مو في كل الأحيان يكون حازم. أحياناً أكون شوية أخذ مجال المرونة، وأحياناً أخذ مجال الحزم. الحزم ضروري لكن مو في كل الأحوال. يا عزيزتي، أنا أعلم أنك تعانين، وأعرف أنه هناك اختلاف كبير في وجهات النظر، لكن قد هالوجهات النظر يزيد الطين بلة التأثير الفلكي، تصبح نفسيته صعبة، يصبح إنسان متطلب، يصبح إنسان يمكن أكثر شعور بذاته من البقية. فيا بنتي العزيزة، لما أني شي مو بإيدي شو سوي؟ حاولي تلمين الأمور في هذه الفترة، لأن هذه الفترة مناسبة لكم أنتوا الاثنين إلك وإل، ورح تكون الفترة أكثر مناسبة مع دخول الكواكب إلى برج الميزان بالنسبة إلك أنت. بنتي العزيزة، كوني فكري بعمق، وحاولي أنه أنت تبدين المصالحة، وأنت تكونين الإنسانة اللي تمد إيدها. دائما المحبة تغلب، والحياة الأسرية واجب عليك أنه تحافظين عليها. صح أكو اختلاف بوجهات النظر، بس شوية هو في الفترة الحالية كان عنده في التأثير فلكي، هسه الفترة أكثر إيجابية، هسه الجدي أكثر رؤى، الجدي أكثر سلاسة، الجدي أكثر عاطفية، الجدي بحياته دي يريد يرجع للماضي، وخصوصا بعواطفه راح نشوف تعلقه بأطفاله. فيا عزيزتي، هذه الفترة جدا ضرورية لأن تلمين هالشمل هذا إن شاء الله. التوافق ما أقول لك، يعني لأنه أبراج متجاورة، دوام اختلاف الآراء، لكن المحبة تغلب. تشجعي وتقوي، وعرفي شو وقت تتحدثين مع هذه المجموعة الخلاف ينحل. ماما الخلاف ينحل، خصوصا إذا كان الموجود برج جدي. ركزي على أنه تحلين الأمور، لأن هذه الفترة جد مناسبة إلي. أما بالنسبة إلى الوضع الصحي، أيضا هو جدي 24-12، المجموعة الأولى المشتري. يا عزيزتي، المشتري راح يدخل في بعد ما بقنا كم شهر وتخلص السنة، وخلصت وانتهت، يعني من تدخل هذه ما نشوف إلا هاي الأشهر الأخيرة دا تمضي كل، يعني كل شون نقول لك كل برق. فالفترة المقبلة، السنة المقبلة، هذا الشخص راح يقطع شوط كبير في التقدم الصحي. راح يدخل المشتري إلى برج الجدي، وراح يساعده كثيرا كثيرا، وزحل راح يطلع من برج الجدي. السنة المقبلة راح ينتقل للدلو. فعلى هالأساس أحب بنتي العزيزة، تابعي وضع الصحي، وكوني معينة، وكوني محبة، وانطيع علاجاته، لكن راح يبدو أكثر إيجابية في السنة المقبلة إن شاء الله. فلا تضيعين الفرصة، هذا عنده إن شاء الله تقدم صحي بنتي العزيزة. هذا من باب، فأتمنى لكم الخير والسلام بنتي العزيزة، وأتمنى بنتي آيات تتابعيني بكرة حتى أنطيك برج الوالدة. تحياتنا إلك وإلها، فتحلي بالمحبة، دائما تكون المحبة أعلى، كوني أنت المبادرة، كوني أنت يعني اللي هذه. لابد تحدث خلافات في الحياة الزوجية، وخصوصا بظروفنا إحنا اللي نعيشها، لكن المبادرة بالمحبة وبالصلح وبالكلام اللطيف حلوة، لأن أكو يعني رجوع هذه الفترة، لا تضيعين الفرصة. بس من أرجع لا أعاتب
ولا افتح سين ولا افتح جيم. اللي مضى قد مضى، نبدي صفحه جديده. الله يكون بجانبك وان شاء الله يعينكم جميعا. عندي 30/5، 30/5 هذا مولود برج الجوزاء، وهذا المولود حبوب جدا جدا حبوب. يعني مولود 30/5 من مجاميع الجوزاء آخر العشرية الأولى منها، إنسان يعني متفائل، إنسان محبوب، إنسان لبق، يحب الناس، يحب التطلع للثقافات، يحب الخير. هذه الفترة يا ابني العزيز عندك تنقلات، وراح تكون الفترة جد أفضل من يوم 14 بالشهر 14 و15، ورا ما تنتقل الشمس إلى برج الميزان لا وضعك راح يختلف. أكو عندك فتشي حلو راح يصير، راح تبدأ بوادرة من هسه، مثل الواحد اللي دا يأسس أساس نبدي ومن ثم بعدين نكمل العمل. فانتظر إن شاء الله عندك فترة جد إيجابية تبدأ من يوم 14 بالشهر. مولود برج الجوزاء. عندي هبة 13/11 تسأل عن الارتباط. بنتي العزيزة أنت آخر مجموعة العقرب. بالنسبة إلى الطالع، خلينا نشوف الطالع. الطالع هو برج الثور، برج الثور بنتي العزيزة. كمولود برج العقرب طالعش هو الثور. أما بالنسبة إلى أرقام الحظ، خلينا نشوف 11/11 4 2 عندك رقم 4 و7 و3. أرقامك حلوة بنتي العزيزة، 4 و7 و3 أرقامك جد حلوة. بس من ناحية الارتباط هذه الفترة جد مناسبة. كمولودة برج العقرب أنت لحضرتك نعم الفترة مناسبة، لأنه الكواكب متجمهرة. وين متجمهرة؟ في برج العذراء. فخلي تكون هذه الفترة إن شاء الله أفضل للارتباط، وخصوصا إذا كان المرتبط بيك من مواليد، إذا كان من العذراء أو إذا كان من الجدي، إذا كان من الدلو، إذا كان من القوس. فهذه الفترة لا مو القوس، مو القوس يعني الأسد. هذه الفترة جد تكون مناسبة إلى الارتباط إذا كان الشريك من هالأبراج، فهذه الفترة مناسبة. عندنا 21/3 راح تكون الفترة مناسبة إلى شراكات العمل وشراكات العاطفة. بالنسبة إلى بيت المعاملات فما عنده مشكلة في بيت المعاملات، مولود برج الحمل. لكن الفترة راح تكون حاليا مناسبة، خلي يلح هالفترة. هذه فترة يسموها فترة الملحة، هاي الفترة لحوا شوية على معاملات، على هالمعاملة راح يحصل عليها، راح يحصل عليها. 16/7 مواليد برج السرطان الثالثة منها الخاصة بالقمر، هذول القمر يتحكم بيهم جدا. نلاحظ انه يتسمون شوية بغرابة الطباع، يوم تشوفوهم يضحكون وفرحانين، ويوم تشوفوهم ابدا يعني نا لا 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 يعني غير شكل. هذا هو تأثير القمر. القمر ينطيهم طبيعة حلوة، طبيعة رومانسية، طبيعة فنية، حبوبين، عندهم تعلق بأحد الوالدين، عندهم شعور بالمسؤولية، بيتوتيين، يحبون يكون لهم فد مجالات في الحياة. هؤلاء يكونون ناجحين جدا في مجال التدريس وفي مجالات القضاء، في مجالات الإعلام، في مجالات الكتابة وفي الأمور الأدبية. أنا أشكركم جدا وأشكر متابعتكم. إلى أن ألتقيكم بكرة إن شاء الله أترككم بوافر من البركات الإلهية. شكرا للمتابعة.